بابا دار ليا عيد ميلاد مفاجأة هنايا في الطبيعة، ديما كنجيو ليها. هاد البلاصة زوينة بزاف وكتعجبني. جينا مفاجأة لهاد الطبيعة هادي، شحال ما خرجنا ليها، واختاريت بأن ندير واحد الدرية بنتي ندير ليها عيد الميلاد في هاد الأجواء هادي وفي هاد الطبيعة. أنا موالف كنجي ليه ديما، كيعجبني هاد البلاصة، مقرة وزوينة، ديما كنجي ليها. الحجر الصحي كنا مخنوقين في الديور وكنا ما كناش كنخرجوا كنحترموا القوانين. دابا ملي تلقات الامور شويه قلنا اللهم نخرجوا هاد الوليدات شويه يفوجوا ويتطلقوا شويه مع الاجواء ويتطلقوا ثاني مع الطبيعه ويعرفوا ثاني باللي راه الامور غادا الحمد لله بخير وعلى خير، باللي هاد الوباء راه نقص والحمد لله التلقيح جاي. الانسان الا تلقح ثاني حاجه اخرى غيولي ثاني مطلق كما بغى، يمشي فين بغى ويجي فين بغى. ودابا الانسان المهم الحمد لله بعدا كما كان الحال بنادم داك يخرج شويه والطبيعه زوينه والخير ديال سيدي ربي هذا العام تبارك الله، راه ما نعاودش لك، راه اللهم لك الحمد بخير وعلى خير، الامور بخير، الماء موجود، الطبيعه كاينه، الزرع كاين، كل شيء كاين الحمد لله، اللهم لك الحمد.